لجنة الخمسين لجنة محترمة جدا، عملوا الدستور الرائع. أنا كرجل قانوني الدستور الرائع بكل ما تحمل الكلمة من معاني، وإن كان في بعض المواد أشار إليها قوى أخرى سياسية يعني مختلفة على الدستور والدستور لا عليه، إنما هي لازمة وما يتعلق بالقوات المسلحة تحديدا. في الفترة دي ما يتعلق ب المحكمة العسكرية والأمور الأخرى لازمة في الفترة دي. لو في فترة أخرى أقول لك ماشي نعترض على الدستور كله بسببها، إنما في الفترة المنحة الاستثنائية هي واجبة ومطلوبة. هذه المطروحة بالتأكيد للتعديل بعد فترة أو فترتين بنسبة كبيرة. الشعب المصري قدم معطيات تقول ان النتائج ان شاء الله مطمئنة، وزي ما بقول لك كلمة اخيرة، النجاح بيجيب نجاح. أيوة. واحنا لو فشلنا ان شاء الله هنفشل وهننجح. وانا الحقيقة بشكر حضراتكم على بشكركم جدا. انا لمحت فيكم بعلم لغة الجسد لما اتكلم يعني مسيت الجزء الوطني، انتوا الاثنين الحقيقة انتفضتوا، ده دلالة على ان لازال في مصر اعلاميين وطنيين. يعني احنا قاعدين بنتحلل على الهوا اهو. لا صحيح، اعلاميين وطنيين. الحمد لله، بشكر حضرتك شكر جزيلا دكتور سعد زنطه مدير مركز دراسات الاستراتيجيه. والشكر موصول ايضا لحضرتك دكتور شوقي صلاح خبير التدريب الامني والاستاذ باكاديميه الشرطه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك النهارده من القاهره. الفقره الثانيه والمتعلقه برفع الغطاء عن مظاهرات الاخوان في الجامعات وتبنتها الازهر والكنيسه ايضا وتبناها الازهر والكنيسه بعد هذا الفصل. أعمال أنف متتابعة يعيشها المشهد السياسي منذ ثورة الثلاثين من يونيو، ما بين مظاهرات واشتباكات دموية في الشارع إلى أعمال أنف وبلطجة داخل حرم الجامعات المصرية ما بين أنصار تنظيم الإخوان ومؤيدي خارطة الطريق. وفي الأونة الأخيرة ظهرت العديد من المبادرات التي تدعو إلى نبذ العنف والخلاف وتدعو إلى وفاق وطني، غير أن إصرار عناصر جماعة الإخوان المسلمين على العنف الممنهج وتصعيد حالة الفوضى في البلاد يجعل الوفاق والمصالحة مع هذا الفصيل أمر بعيد المنال. ومع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور في منتصف الشهر القادم، يتخوف مراقبون من أن عنف جماعة الإخوان المسلمين سيزداد حدة مع اقتراب الاستفتاء على الدستور الجديد، معتبرين أن التنظيم الدولي للجماعة يرمي بكل أوراقه لمحاولة تحقيق أي مكاسب خاصة في تلك الفترة التي تسبق الاستفتاء. ولعل واقعة ذبح السائق بمدينة المنصورة وإشعال النار في سيارته من قبل أعضاء من تنظيم الإخوان خلال مسيرة لهم أبرز دليل على مدى دموية هذا التنظيم المحظور. من جانبه استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات على الساحة الداخلية والموقف الأمني، وذلك في ضوء ما تتعرض له البلاد حاليا من أعمال إرهابية وما تشهده من أعمال عنف تتطلب سرعة التعامل معها لتحقيق العدالة الناجزة التي ترضع الإرهابيين والمخربين ومثير الفتن. وأكد المجلس في اجتماعاته اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي أن الحكومة مستمرة في التصدي لكل محاولات تهديد أمن المواطنين، وأن كل من يرتكب مثل تلك الأفعال النكراء سوف يقدم إلى العدالة لينال الجزاء الرادع. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. زي النهاردة قبل أسبوعين طرحنا مع حضراتكم من خلال وفاة حوارية مبادرة أعدها مجموعة من الشباب الثوري تتعلق بوقف التظاهر ووقف أيضا العنف المصاحب للتظاهر. هذه المبادرة يبدو أنها حظت بقبول ودعم من جهات ثورية عديدة وأيضا بدعم من الأزهر والكنيسة. للحديث حول تداعيات هذه المبادرة وما يمكن أن تطرحه خاصة خلال الفترة القادمة في ضوء ما نشهده من عنف مستمر على الساحة في مصر، يشرفنا بالحضور للحديث حول هذا الموضوع كل من الدكتور محي الدين محمود مقرر لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة المصرية.
محي الدين عفيفي. عفيفي، اهلا بك يا دكتور محي، وايضا الاستاذ محمد العزبي المتحدث الاعلامي باسم جبهه ثوار وحكماء، اهلا بك يا استاذ محمد. حضرتك كنت مشرفنا قبل اسبوعين الحديث في نفس الموضوع. مساء الخير واهلا بحضرتك دكتور محي. عايز ابتدي مع حضرتك بيت العائله المصريه، ماذا قدم او كيف يرصد حاله العنف في الشارع المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيت العائلة المصرية في الأزهر الشريف بالتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية للعمل على ترشيد الخطاب الديني الموجود في الساحة المصرية وإزالة حالات الاحتقان الموجودة وبيان معالم الوسطية في الإسلام كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحمد لله هناك يعني نشاط ملموس وواضح من خلال عدة دورات تدريبية بالتعاون بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية من خلال برنامج تدريبي يضم عدد من الوعاظ والأئمة من الوعاظ في الأزهر الشريف والأئمة من وزارة الأوقاف وكذلك عدد من القساوسة من مختلف الكنائس المصرية. طبعا وبالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني ويعني كان أربع دورات، في كان في دورة ختامية الدورة الرابعة كانت في الإسكندرية قبل أسبوعين تقريبا وكان في لقاءات بعدد من العاملين في المؤسسات التعليمية والمستشفيات وعدد من الرموز الوطنية. ملامح يا دكتور، أنا أسف أنا هرجع لحضرتك على طول أنا أيمن، لكن ملامح هذه الدورات التدريبية أو هذه اللقاءات المشتركة ما بين القساوسة وأيضا أعضاء الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف؟ ملامح ترسيخ ثقافة المواطنة وثقافة الحب والانتماء للبلد، وطبعا المسألة لابد أن تبدأ من الرموز الدينية اللي هم ممثلين في الوعاظ والأئمة والقساوسة، المشتركات الإنسانية الموجودة في الديانات السماوية لابد أن يعمل الجميع لأجل مصر، لابد أن نعبر هذه المرحلة التي زادت فيها حدة التوتر والدموية وغير ذلك من مظاهر العنف. طبعا يعني المؤسستين الدينيتين في مصر الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لابد أن تأخذ على عاتقها تلك المسؤولية، وبالفعل يعني الأزهر موجود على الأرض والأزهر يتضامن مع كافة القوى السياسية ومع الكنيسة المصرية من خلال بيت العائلة المصرية وغيره من الفعاليات التي تتم في مشيخة الأزهر من خلال اللقاءات المتعددة مع فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي يعمل على احتضان كافة القوى الوطنية والقوى الثورية ويثمن الأزهر كافة المحاولات الجادة لأجل وحدة الصف ولأجل تنفيذ خارطة الطريق في تلك المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر. أستاذ محمد عايزين نرجع لك لأنه يعني حضرتك المتحدث الاعلامي باسم جبهة ثوار وحكماء اللي اطلقت المبادرة وزي ما عرفت من حضرتك قبل ما نخرج للهواء انه يعني مرتقب لقائكم بفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب، ما معنى ان الازهر يؤيد هذه المبادرة ويرفع الغطاء عن تظاهرات الاخوان؟ اولا انا بحب اشكر فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر على تبني مبادرة مجموعة من الشباب لرفع الغطاء السياسي عن أحداث العنف التي تدور بالشارع المصري. بمجرد أن اتصل بنا اليوم الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر وأخبرنا أن فضيلة الإمام سيقابلنا غدا، طبعا كان هناك غبطة وسعادة لدينا كبيرة جدا من أن نقابل هامة مثل فضيلة الإمام الأكبر. يكفينا شرفا أن نقابله فقط، ولكن أن يقابلنا هذا الرجل فهذا يعني أننا وراءنا دعم لأكبر مؤسسة دينية على مستوى العالم الإسلامي، وهذا شرف كنا نتمناه. وسبق وأن ناشدنا مؤسسة الأزهر والكنيسة من خلالكم في اللقاء السابق. أنا لا أذكر الحقيقة ولكن كويس أن حضرتك فاكر. لا أنا متذكر تماما ما قلت. وناشدنا الأزهر والكنيسة والمؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة.
الى الان لا توجد اي استجابه فعلا، ولكننا نامل ان يكون هناك خلال ايام اتصال بمؤسسه الرئاسه لبحث تفعيل او املاك تفعيل. خلينا برضو نستعيد موضوع المبادره بنودها او فكرتها بتشتمل على ايه المبادره؟ هو في الفترة السابقة خلال الأسبوعين الماضيين تم تعديل بعض البنود بعد الاتصال بكافة القوى الثورية على مستوى الجمهورية، أن الأساس في المبادرة هو إعلان قيادات القوى الثورية عدم التظاهر حتى إتمام المرحلة الثانية من خارطة الطريق. المرحلة الثانية سواء كانت انتخابات رئاسية أو انتخابات برلمانية أيا كان ما سيقرره السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي نحن ندعم خارطة الطريق. وفي هذه الحالة عندما يعلن قيادات القوى الثورية عدم التظاهر فسيكون هناك نوع من أنواع رفع الغطاء السياسي. يعني عدم التظاهر في أي مناسبة المرتبط بأي شيء يعني؟ لأن سيكون هناك نوع من أنواع تفعيل لآليات أخرى للاحتجاج بطرق أخرى. تمام، ده اتفقتوا عليه مع القوى الثورية؟ احنا في اتفاق فعلي على القوى الثورية عليه، لان احنا لا نستطيع ان ننكر حق المواطن في الاعتراض ولا نستطيع ان ننكر حق المواطن في التظاهر السلمي، ولكن مصر تحتاج في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها وبتاريخها الى تضافر جهود ابنائها. تمام، لكي تمر هذه المرحلة كويس، وبالتالي يجب ان يقف ابناء مصر بجوار مصر حتى تعبر ادق مرحلة في تاريخها. أهم بند تاني تشكيل بعض اللجان من القوى الثورية والسياسية في جميع محافظات مصر. تمام، لتكون هناك نوع من أنواع آليات التواصل بين السلطة التنفيذية والقوى الثورية والسياسية لبحث آليات تفعيل أي أوجه اعتراض بطريقة مباشرة بدلا من اللجوء إلى الشارع. إذا كان هناك اعتراض على شيء ما يكون هناك آلية اتصال مباشر بالسلطة التنفيذية أن هناك اعتراض على هذه الحالة. ثانية أيمن، هو السلطة التنفيذية لازم تكون هي بركة المباركة دي، أو اتفقتوا مع بعض على الآليات دي وكيفية كمان تنفيذ هذه الآليات؟ حصل ده؟ هو إلى الآن إحنا يكفينا أن دعمنا مؤسسة الأزهر، وطالما حصلنا على دعم مؤسسة الأزهر إذا نحن متأكدين أنه سيكون هناك خطوات. نفس السؤال، بس يعني ممكن نطلع لحضرتك برضو الاستضاحة أكتر، لكن بعد ما نعرف رأي الدكتور محي فيه، لأنه هي الفكرة يا دكتور محي أنه ممكن تكون في جهود ومبادرات من هذا القبيل، مشكورا فيها الأستاذ محمد العزبي، ولكن البعض ينظر لها في النهاية على أنها جهود نخبويه مثلا، يعني لا تتصل بالشارع اتصال وسيط. الازهر يعني مدته هذه الحركه الثوريه بمبادره طيبه وتبناها ودعمها، ولكن كيف يكون دعم هذه المبادره التي في النهايه تتحدث عن وقف تظاهرات عنيفه في الشارع، منع قطع الطرق، لانها في النهايه كلها بتستند في يعني في تحليلها وفرائها الى علم شرعي يتعلق بمثل هذه الامور. تمام. طبعا بالنسبة لهذه الدعوة هي دعوة كريمة، لكن تحتاج لنوع من الدعم المعنوي والتضافر الجهود لإنجاح هذه المبادرة. أولا يعني حينما ننظر إلى هذه المبادرة، هذه تعتبر مطلب شعبي لكافة الأطياف التي تنشد الاستقرار في هذه المرحلة. يعني هذا لسان، وده يعني الحراك الاجتماعي مفروض يكون فيه دور مجتمعي لكافة القوى وكافة الأطياف وكافة الشرائح الموجودة في المجتمع، ان هي تعبر عن رفضها لمثل هذه المحاولات المستمرة لتعويق مسيرة يعني التقدم في البلد او تنفيذ مراحل خارطة الطريق. وبالتالي حينما تأتي معظم القوى الثورية لتطرح مبادرة لوقف العنف أو وقف التظاهر السلبي، لأنه للأسف الشديد حينما ننظر إلى واقع الجامعات الآن لمصلحة من تتم هذه المظاهرات، هؤلاء الطلاب هناك يعني كما هو معروف لدى الأكاديميين التراكمات العلمية، هناك كليات عملية وهناك كليات نظرية، حينما يتم إسقاط ترم دراسي من التحقيق